معظم المشاكل اللي بتواجه المربي في الفترة دي وهي موسم الإنتاج هي موت عدد كبير من الفروخ. وعشان تبقى عارف في حاجات مهمة جدا لازم تعرفها، المرحلة اللي بتبقى بعد فأس البيض، المرحلة أول 10 أيام من الفأس، دي مرحلة مهمة جدا في حياة الفرخ الصغير. لو الفرخ الصغير في الفترة دي نموه كان كويس واهتميت بيه، خلاص عدى مرحلة الخطر وهتاخد فرخ ممتاز وصحته كويسة. وعمر ما هيطلع عندك فرخ صحته كويسة وانت بتعتمد على الحبوب بس كغذاء رئيسي للعصافير. لازم تهتم بأول 10 أيام من عمر الطير بتقديم الوجبات الطرية للأهالي، وده طبعا لإطعام الفروخ. الوجبات الطرية زي البيض بالبقسماط ممكن تقدمه يوم بعد يوم، لأنه في نسبة كبيرة جدا من الكالسيوم والبروتين اللي مهمين جدا للنمو بشكل سليم. وما تنساش تقديم الحبوب المنقوعة والمستنبتة لأنها برضو مهمة ومن الوجبات الرئيسية والأساسية. وبرغم فايدة الخضروات للطيور إلا إنك لازم أول أسبوع أو 10 أيام تمتنع عن تقديمها للفروخ وهي لسه خارجة من البيض، لأنها ممكن تسبب لهم إسهال ونزلات معوية وتموت منك قبل ما تعدي الفترة الخطر دي. ما تنساش المتابعة والاشتراك عشان تستفيد بكل جديد في تربية طيور.